راح نخطط للعطلة الشتوية بما أنه هذا الأسبوع احنا أخذنا العطلة. إذا لاحظتوا لي نحب نشارك معكم تخطيطاتي هكا للشهر ولا لليوم ولا حتى للعطلة ولا ويكند، يعني ماشي من باب فقط نشارك معكم تخطيط، لأنه كما شفتوا ما نشاركش معكم فقط رسومات ولا كيفاش نكتبوا كيفاش يعني نعدلوا ونزوقوا، إنما نشارك معكم أفكار اللي تقدروا يعني تعملوها ولا عادات اللي تقدروا تتبناوها هكا في اليوم نتاعكم ولا في حياتكم يعني عامة. لأنه أنا واحد من الأهداف نتاعي يعني في المحتوى نتاعي على اليوتيوب هو أنه نعطيكم أفكار باش تملؤوا فراغكم في أشياء مفيدة. يعني عارفوا أنه وراء كل فلوج ولا وراء كل فيديو يوميات نشاركه معكم فكرة، يعني حتى ولو كانت مبطنة نوريكم كيفاش هكا نملأ أنا وقتي وكيفاش ما نحسش بالملل وما نحسش هكا بالفراغ. لأنه صح عندي روتين ماشي ممل، روتين من ناحية إيجابية، صح عندي نظام، صح عندي جدول نتبعه ولا تخطيط نعمله، ماشي غير نعمله هكاك وإنما باش نتبعه، وأكيد هكا مهام ولا أمور نعملها في يومي اللي تخليني نستمتع وفي نفس الوقت راني نستفاد. سو هذا هو الهدف متاعي، أنه نشارك معكم تخطيطاتي ونشارك معكم هكا أفكار اللي نعملها، حتى ولو شفتوا أنه الفكرة متكررة يعني دائما نشارك معكم تخطيط للشهر ولا تخطيط لليوم، إلا أنه داخل المحتوى راهو مختلف، لأنه كل مرة نشارك معكم كتاب جديد، عادة حبيت نكتسبها جديدة ولا حاجة حبيت نبداها ونلتزم بها خاصة في الدينية، يعني من ناحية الدينية حبيت نلتزم بها فنشاركها معكم باش نتوما ثاني تكونوا حافز ليا وانا نكون حافز ليكم. فاكيد هاد القناه ماشي غير انا اللي نقدم فيها، نتوما ثاني راكم تقدموا لي وبزاف يعني فوق ما تتصوروا. فهذا هو الهدف نتاعي، وصراحه انا نحب هاد النوع من الفيديوهات انه نشارككم نهاري ولا نشارككم يعني تخطيطي سواء هكا للعطله ولا هكا ايام عاديه، المهم نشارك معكم اليوم تاعي باش تاخذوا افكار يعني وتتحمسوا وتتحفزوا نتوما ثاني تملؤوا فراغكم وما تقعدوش يعني غير تضيعوا وقتكم في السوشيال ميديا كيما راني نعمل انا مؤخرا. لهذا يعني راح تلاحظوا انه راح نتخذ قرار يعني في هذا الفيديو راح نشاركه معكم، اكيد بالك تعجبكم فكره نتوما ثاني تطبقوها بخصوص السوشيال ميديا. الان راح نخطط انا للعطله الشتويه، راني كاتبه الاهداف صراحه، كنت حنكتب فقط الاهداف بلا ما نزوق ونعدل، ولكن قلت بما انه باش نصور فيديو فاكيد من اجل المحتوى ومن اجل الفيديو راح نعمل هكا شويه ستيكرز و يعني حاجه بسيطه. So let's get started. كان هذا هو شكل التخطيط النهائي، باقي لي غير نملا الاهداف. اوكي هنا كتبت العطله الشتويه، هنا كتبت هاد الكوت، وهنا عملت هاد الاطارات كما هكا خصصتها باش نكتب الاهداف. كما قلت لكم الاهداف راه عندنا هنا لفئات مختلفه، عندنا لهنا دراسه، عندنا هنا محتوى السوشيال ميديا فيه اليوتيوب والانستغرام، عندنا هنا اهداف دينيه، وهنا عندنا للاستمتاع كما راكم تشوفوا الخانه الاستمتاع صغيره ماشي كما مؤلف، لانه هاد المره حبيت نقص بزاف من المسلسلات والافلام اللي راني نتبعها، ماشي المسلسلات والافلام بحد ذاتها وانما الوقت مدة تاع المشاهده يعني. وهنا عندنا الروتين، لهنا مثلا نكتب هنا الروتين الصباحي تاعي كيفاش راني حابته يكون، والمسائي كذلك باش يكون عندي هكا نظره على اليوم تاعي ولا الايام تاعي كيفاش راح تكون. اكيد ماشي كامل كيف كيف، ولكن كاين بعض العادات وكاين بعض المهام تكون روتينيه يعني نعملها دائما. سو ذيس از ات، الان راح نملا هاد الخانات واكيد راح نشارك معكم واش راح نملا فيها لانه تحبوا تاخذوا افكار. اي نو.
سو خلاص كتبت كامل الأهداف متاعي لهذه العطلة. إذا تحبوا تعملوا سكرين شوت، I know أهداف شخصية، ولكن يعني ممكن تمد لكم أفكار ولا تفكركم تاني في المهام اللي راها عندكم، خاصة الدراسة. سو كما راكم تشوفوا هذا هو التخطيط، الآن حان وقت التنفيذ. بون، مؤخرا اتخذت قرار مع نفسي وراح ابدا في تنفيذه من الغد ان شاء الله، هو انه نقص من ساعات استعمال السوشيال ميديا والهاتف عامه، لانه مؤخرا انكسرت لي، وليت يعني متفاعله يعني في الانستغرام وشارك معكم تقريبا يومياتي. دو شوز يعني تبدلوا، هو انه ما وليتش اكتيف على اليوتيوب، وليت نعجز يعني نصور فيديوهات، وليت نعجز نصنع محتوى على اليوتيوب، يعني وليت نلقى انه الانستغرام سهل جدا نصور ستوري، نصور معكم يومياتي ولا اي حاجه ونبارطاجي، ماشي كما اليوتيوب يعني المونتاج والتصوير، ما وليتش نلقى وقت لهذا الشيء، وتاني وليت نعجز. وتاني حاجة ولا بزاف وقتي يضيع، يعني كل ما نجي نصور شي حاجة ندخل الانستغرام يعني نعمل ستوري، من بعد نقعد نشوف لي ميساج تاعكم ولا الرياكشنز تاعكم، ندخل نعمل لكم جام ولا نرد على لي ميساج تاعكم، ولا تاني نروح نشوف لي ستوري تاع الناس يعني نتبعهم، يعني من 5 دقائق نولي نص ساعة ولا حتى ساعة وانا ضيعت وقتي، ومن بعد المزاج تاعي يفسد لانه نقعد نأنب في نفسي الوغ ما ندير حتى حاجة. المهم يعني المجمل والمفيد هو اني خرجت بقرار، هو نخصص ساعة ولا ساعتين في اليوم، يعني مدة معينة في اليوم لي اي تشيك فيها السوشيال ميديا اكاونت ولا الانستغرام يعني بصفة يعني خاصة، لانه هو اللي نستعمله بزاف. فمثلا نشارك يعني نصور في اليوم نتاعي، نصور مثلا البريكفاست، نصور المهام تاع الصباح، نصور يعني ريسيبيز وكامل، لكن حتى العشية ونشاركهم معكم يعني كامل مع بعض، يعني نشارككم اليوم نتاعي كامل ولكن في وقت محدد من اليوم، يعني نقيد روحي بوقت ومدة فقط، ماشي all the time وانا شد التليفون ومستوري ستوري يعني اتجول. سو هذا هو الديسيجن اللي خديته بخصوص السوشيال ميديا، انه بزاف وقتنا يضيع على السوشيال ميديا بلا ما نفيقه صراحه. و يس ذيس از ات. الكتاب اللي اختاريته لهذا الشهر راح يكون رواية لخولة حمدي، أرني أنظر إليك. هذه المرة حبيت أنه نعود نفسي على القراءة أو المطالعة المسائية بدل الصباحية، لأنه من قبل كنت نطالع يعني في الصباح، هذه المرة قررت نطالع في المساء، لأنه مؤخرا لاحظت نفسي أنه وليت نتفرج بزاف لي سيري في الليل، وهذا الشيء يعني سبب لي اضطراب في النوم صراحة، هذا قلت راح نعوضه بالمطالعة في الليل. وأنا دائما أفضل أنه في المطالعة المسائية يكون رواية، وفي المطالعة الصباحية يكون كتاب تعليمي ولا تطوير ذات ولا هكا كتاب يكون فيه معلومات بزاف يعني. So yes، هذا هو كتابي لهذا الشهر. قريب ل 11 نوت، هذه واحد نص ساعه برك،
نبدأ بالدراسة. أول حاجة راح نعملها في هذه العطلة فيما يخص الدراسة هو أنه راح نجمع الدروس وراح نرتب الدروس ونشوف كامل المواد اللي نفوت فيها exams والمواد اللي عندنا فيهم just هكا expose ولا بعد عادة نبدأ في المراجعة. سو هكا نحب ننظم روحي قبل، نحب نعمل تاني جدول نتاعي تاع الدراسة ديجا عملته، يعني الحد واش نعمل، اثنين واش نعمل، ثلاثة واش نعمل، كيما هكا كل يوم نعمل حاجة صغيرة وما نضغطش روحي هكا حتى نلقى روحي كملت يعني في وقت أبكر، وتاني يعني وأنا مرتاحة يعني ماشي ضاغطة نفسي. راح نضك نحضر هاد الكيكات، هاد الميني كيك سبق وحضرتها واحد نهار لعيد ميلاد نتاع ماي مام وجا في خاطري نحضرها الان تاني. سو ليتس جو. سو كيما راكم تشوفوا لهنا حضرت الجينواز، شوفوا ميني تقريبا قد كف اليد، وهنا عندي الكريمه، وهنا عندي كراميل، وهنا عندي شوكولاته بالحليب باش نسقي الجينواز. And yes, let's get started. Gracias.